آه سمح لي عافاك نسولك اه سول ديال اش هاد البلاكه هادي نشوف ديال الحديد ضحك <applause> زيني آه علاش ما فهمتش لا ماشي هكاك بغيت نسولك على الطوبيس اللي كيوقف هنا فين كيدي اه كيدي للسبيطار اللي في عبيسيله اه صافي شكرا شكرا بزاف ويلي شكون سولت وصلت وراني في الطوبيس دابا عمت عمت مزيان راه ما تنسمعكش ايوا شنو صار جيتي الكونيكسيون ولا ولا ورا الناس ديال الرباط مبرعين وعندهم الويفي في الطوبيس فابور علاش عيبي وجات معك الرباط وكون شتي بهاد القرفاطة اللي عطيتيني وتنبان ولد العاصمة سبحان الله فلوسها شريتها بزاف دراهم من الجوطية وتستاهل وحتى من البنات ولاو يسولوني على الطريق البنات؟ والناس زعما صافي خلينا من هاد الهضره دابا يلا انا مشيت بلاتي بلاتي شو؟ وما تنساش ديك الريحه اللي وصيتك عليها شنو هو وراني ما سمعتش مزيان دوي بالجد وما, وما تنساش الريحه اللي وصاتك عليها <applause> ايه 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 هاد ولاد الرباط شحال برقاقه واخا انا درغي في نفسي والله ينعلي ما يحسب ولا اني منظمين تشاف سبان اوروبا سافر <applause> <applause> واخونا فين غادي مدرم ما احترمتينا ما والو إحساب لك راسك داخل القرنه ولا راه التدويزه الاولى كتكون عندي انا عاد كنصيفطك تشوف الطبيب ولا السكانير ولا نصيفطك لداركم هو السبيطار ديال اوروبا ولاني السيكيريتي ديال المغرب يلا جبد لا كارت واجي حدايا اي بونجور مدام اونتري اونتري بيان فوني تي كافي جي وما ما طلبتيش ليها لاكار واللي تب دابا يك ما خفتي هاد زمتك بالفرنسي او دي حنا كان كنحقروا على اللّه صاحبي والله الا لقيتيني ما كاميش بقول ليش شنو بغيتي والله تنتعامل مع اخويا أه كنت ترى لعبي سيلا جاي عندكم التلفازه والراديو <تصفيق> <تصفيق> ايه ام بيسيلا والله يعمرها دار وكنتي تقولها من الاول راه خرجتوا خرجاتو الفيلم ليا هو 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 اوروبا <applause> <applause> شوف اخاي ديالي غتمشي نيشان وغدور على من غادي تلقاهم اه واخا الله يرحم الوالدين اه شو ملقاش عندك شي قارة تما ولا شي عشرين درهم تلفاف شي جيب ولا مخشيه فشي تقاشر والو 400 ريال أتى واش التدويرة زادو فيها ولا شنو عشرين درهم راه كنضرب فيها نص نهار ديال الكرفي وتجي تا باغي تاخدها حيت قلتي ليا جوج كليمات ما كاتحشمو ما كاتمرقو فينا ومادو اي واحد الفرمليه واقيلا لقيتهم ودابا اش غنديرو الشريف راه لقيت عندك والو صافي ما بقى عندي والو بنيتي بريت ما نديرش العملية لا راه مازال خاصك دير العملية باش تبرى ولكن راه ما عندك باش حصلتكم اش كديروا هنايا حدا الماكينة ديال الفلوس دي 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 <applause> ياك ما بغيتي ديروا لي هذيك اللعيبة ديال كاسا دي بابيل كنضحك ياك شكون انت سيدي شعيبي جابك الله هذا إيه بنيتي هو اللي غادي يخلص او نخلص ملي جيت للرباط وانا كنسمع غير خلص ارا دور <applause> وشنو غنخلص بعدا وشنو غنقول لك الشعبي كوشتي داك الفلوس كامل اللي جمعتو ليا في الدوار مشاو غافتا حليل للقعد في الكنينيك ودابا مازال خاصني العملية وش حالي يكون خاصك زعما خاصكم اسيدي عشرين الف درهم ديال الماتيريال ديال لوبيراسيون زيد عليها تلاتين <applause> الف درهم ديال اليدين ديال الطبيب ومصاريف اخرى بحال البيطادين والفاسما وكل شيء مهم ديروا بحساب تحطوا واحد الشيك فيه بقيمه مئات الف درهم عاد باش نحطوا فيه يدينا تحطوا فيه يديكم مالو قصعه وحاسبين علينا حتى ليدين الطبيب مالو معلم قباص مئات درهم ديالكم غنعطيوها لكم غنع كونتو فوق الطبله غدخلوا يدير العمليه الله يرحم الوالدين <applause> ماشي مئات درهم و ألف درهم هذا شيء يضحك الناس كتموت وانت كركري وهد مئة ألف درهم قاع بحال يكون فيها من ربع مئة شوف سيدي تهز تزللي يديك؟ يلا نمشيو للكلينيك الكلينيك مع الطبيب ويلا ما الطبيب يريد يخلعنا؟ <applause> واتشا صاحبي مخلص جوج البلايس باش تحط حداك ميكاد الزبل شنو هو الميكا كتزبل هي امك أسمح لي يا سيدي برب ما بلي بلا كين بنادم في الميكا والله يعطينا وجهك ولدي هذا راه الكابيشو جابتو لي بنتي من لا إيه ايش نتوما ولاد اليوم شي موضه ولا شي حوايج واسمح لينا عم وما من مني قلت الصواب وهذوك العيالات اللي اللور واحدة وحده فيكم مازال ما خالصه انا خويا انا والله ما قادر نحرك يديا راه نفسي طلع ليا عاب الزز تهبط شي من هادو ونشوف كي نخلصك الو <applause> كبوره <حزق> الو واكي بقى سيدا خرج من العمليه ولا مازال لا راه ما درش العمليه هو راجع معايا في الطاكسي كيفاش وعلاش ما دارهاش وحيت لقى عنده الطبيب مرض آخر. قال لي سير داوي عليه عاد اجي العملية ايش هاد المرتشان اللي لقى عنده ولقاو عنده الزلط والقضية محزوقة